السلام عليكم ورحمة الله. اليوم عندي المراجعة المركزة كيمياء للصف الثالث متوسط، عناصر الزمرتين الفصل الثاني. عندنا عناصر الزمرتان الأولى والثانية، صفحة 42. هنا عندنا بصفحة 42 يقول لك ما هي عناصر الزمرة الأولى، يعني الفلزات القلوية مثل الليثيوم والصوديوم والبوتاسيوم، يعني فد ثلاثة، خذوا ثلاث عناصر، عناصر الزمرة الأولى يعني الفلزات القلوية وعناصر الزمرة الثانية فلزات الأتربة القلوية، هم أخذوا لكم ثلاث عناصر، المغنيسيوم والكالسيوم والباريوم. ما هي الصفات العامة لعناصر الزمرتين الأولى والثانية؟ هذني ثلاث نقاط حفظ. وهنا تجي دائما التعليل يقول لا توجد عناصر الزمرتين حرا في الطبيعة لشدة فعاليتها. صفحة 43، ما هي الخواص الفيزيائية لعناصر الزمرتين؟ قبل لا هاي نقول هنا عندنا طاقة تأين عناصر الزمرة الثانية أعلى من نظيرة عناصر الزمرة الأولى بسبب نقصان الحجم الذري. هنا تعليل بسبب نقصان الحجم الذري. ما هي الخواص الفيزيائية لعناصر الزمرتين؟ هنا عندنا بس الألوان هاي حفظوها. مثل عندنا الليثيوم يلون باللون قرمزي، مركبات الصوديوم بلون أصفر براق ذهبي، الكالسيوم يلون باللهب أحمر طابوقي، وهنا عندنا الاسترنتيوم باللون القرمزي والباريوم باللون الأخضر المصفر، فهذه تجي على شكل فراغات. الخواص الكيميائية هنا مقروها، هنا تعليل بالخواص الكيميائية مهم، يقول لك تتحد مع اللافلزات وتعطي أملاحا مستقرة كثيرة الذوبان في الماء، عدا الليثيوم يكون أقل ذوبانه. ليش؟ الجواب وذلك لصغر حجمه وقوة الجذب الكبير للنواة على الإلكترونات. هنا أكو تعليل لماذا سميت عناصر الزمرة الأولى بالفلزات القلوية، الجواب لأن محاليلها عالية القاعدية. سميت عناصر الزمرة الثانية بفلزات الأتربة القلوية لأن بعض أكاسيدها عرفت بالأتربة القلوية. الصوديوم نقول لا يوجد الصوديوم حرا في الطبيعة أيضا لشدة فعاليتها. القرون الفيزيائية ما بيها شيء. هنا عندنا بالكيميائية الخواص الكيميائية اقروها، وأكثر شيء المعادلات، هذه صفحة 46 يجيبون من عندها، حفظوا المعادلات. شكو استعمال حذف، الكشف شكو الكشف هو يعني مهم جدا، هذا الكشف عن أيون الصوديوم كلش مهم، اقروه. يعني هنا عندنا كلوريد، بعض مركبات الصوديوم عندنا كلوريد الصوديوم، وشنو بعد عندي كلوريد الصوديوم وهيدروكسيد الصوديوم، ما في شيء. هذه استعمالات كلوريد الصوديوم حذف. هنا عندنا التميو، تعريفه وجابوها بالدور الأول. التميو أقول له وهي ظاهرة امتصاص الرطوبة من الجو والتحول إلى مادة مبتلة. هنا يقول سبب تميو عندنا احتواء على شوائب من كلوريد الكالسيوم أو كلوريد المغنيسيوم. هنا عندنا هيدروكسيد الصوديوم خواصه، مادة صلبة تتميع، تتفاعل الطبقة المتميئة مع غاز ثاني أكسيد الكربون بالجو. ثلاثة لا تذوب في محلول NaOH. وأربعة هيدروكسيد الصوديوم قاعدة كثيرة في الذوبان بالماء، تستعمل في مجالات صناعية، صناعة الصابون والمنظفات ومساحيق وسوائل، وفي صناعة الأنسجة والورق، وكمادة أولية في تحضير العديد من المركبات المستعملة في الصناعة. الكالسيوم أيضا لا يوجد الكالسيوم لشدة بالطبيعة لشدة فعاليتها. هنا بعض مركبات الكالسيوم عندنا هيدروكسيد الكالسيوم وكبريتات الكالسيوم، المعادلات يحفظوهن لأن المعادلات كلش مهمات.
هنا عندنا الماء طبعا جبس باريس وجبس الاعتيادي هنا فروقات كلش مهم ومنزلة بالقناة الفرق بين جبس باريس والجبس الاعتيادي. اطفاء الجير يقول وهي عملية تؤدي الى الحصول من هيدروكسيد الكالسيوم ويعرف بالجير المطفئ. هذا التعريف اطفاء الجير. هنا علل هنا يبدي الكشف عن هيدروكسيد الكالسيوم بس هذا الكشف. التعليل الذي عند امرار غاز CO2 نلاحظ تعكره بسبب تكون كربونات الكالسيوم. قلت لكم المعادلات حفظوه. هذا خلص الفصل الثاني وان شاء الله التوفيق.